مقر المنظمة الرئيسية حالياً بمنظمة هي مدينة غزة إدارة تركيا، لديها فروع في محافظات دمشق، عريف دمشق مفار، وصعبة، درعا وحلب. حوار المجتمعي الرابع ضمن مشروع الشراكه بين المجلس المحلي ومنظمه التنميه المحليه، نهدف من هذه الوثيقه الاستراتيجيه لتحقيق وللرقي في الخدمات التي يقوم بها المجلس المحلي والنهوض في مدينه صقبة من خلال تقديم العديد من الخدمات الاساسيه التي يحتاجها المواطن، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي مفروض على الغوطات الشرقيه. انتخابات او التوافقات التي يجريها الناس في مجتمعاتهم المحليه خطوة رائدة انه قامت للشراكة مع مجلس صقبة بوضع خطة استراتيجية لتطوير مجلس صقبة والبحث عن المشاريع، عن امكانية تنفيذ المشاريع لتنفيذ هذه الخطة. الواقع كثير شغلة حلوة، واذا بتعمم لباقي المجالس المحلية بالغوطة بكون شيء كثير جيد وبيساهم على تطوير المجالس وبينهض فيها وبالامور الادارية. مع اهمية تقديم الخدمات وتقديم المساعدات الانسانية، ولكن الان علينا ان ننظر حتى نستطيع اسقاط هذا النظام. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لخدمه اهلنا في هذه المحاصره، والحمد لله رب العالمين.